دكتور عبد الرحمن، يعني قلت في آخر تصريح لك إن استمرار العدو في عدوانه دليل على رغبته بتوسيع الحرب. هل نحن في مرحلة توسيع الحرب؟ هل الخطر بات أكبر باتجاه توسيع هذه الحرب؟ واضح أن العدو الإسرائيلي أسقط كل الضوابط المرتبطة بالحروب، وأسقط الضوابط والقواعد التي كانت في الاشتباكات العسكرية السابقة بينه وبين المقاومة في لبنان وتحديدا حزب الله. إن استهداف الأماكن المدنية بالطبع كما استهداف المدنيين، لأن البيجرز وأجهزة الوكي توكي وغيرها عندما تم تفجيرها كانت في مناطق مدنية، وكان الأشخاص بين المدنيين يؤدون واجباتهم اليومية، يعني عم يشتري غراض بيته، قاعد ببيته، قاعد بمكتبه. لذلك هذا الاستهداف هو يعتبر نوع من الجريمة الجماعية وجرائم الحرب ومحاولة قتل جماعي. صحيح أن عدد الشهداء الذين سقطوا فيها قليلا، لكن التداعيات الصحية التي سنشهدها لعملية مبرمجة الهدف منها التشويه، والهدف منها هو ما يسمى فقدان البصر وفقدان القدرة على التعامل الأيدي وغيرها، ما هو يذكرنا بالإصابات التي قام بها العدو الإسرائيلي عام 2018-20 ضد شعبنا الفلسطيني، عندما استهدفهم بإصابات تؤدي إلى تعطيلهم وإحداث عطب دائم. هنالك مشكلة صحية سوف تكون متراكمة إنسانية بشكل كبير، وقد يحتاج العديد من المصابين إلى ما بين 5 إلى 12 تدخل جراحي على مدى سنوات طويلة للحفاظ على بعض الوظائف التي تم فقدانها. فإذا هي عملية استهداف حقيقية تجاوزت كل الخطوط. فيما كان استهداف القيادي الجهادي الكبير في الضاحية بالأمس، صحيح أنه هدف قيادي مقاوم، إلا أن المنطقة كانت في عز الاكتظاظ السكاني المدني، وبالتالي هي أيضا نحن نتكلم عن 40 شهيدا حتى الآن، وهناك بعض العديد ما زالوا تحت الأنقاض. فإذا هذه هي الحرب على أبوابها، مشرعة. صحيح عملية الدخول بالحرب الكلاسيكية كما نشهدها، أي دخول إلى أراضي لبنانية محاولة احتلالها وغيرها، ربما قد لا نشهدها، لكنها حرب من نوع جديد مفتوحة على لبنان ومفتوحة على المقاومة في لبنان، والهدف منها هو زعزعة الاستقرار الداخلي اللبناني، والهدف منها هو ضرب ما يسمى كوماند أند كنترول، يعني مراكز السيطرة والقيادة في المقاومة حتى ولو كانت في العمق المدني. طب دكتور عبد الرحمن، حضرتك جلت على المستشفيات وراقبت عن قرب العديد من الذين أصيبوا، ولعلك أيضا من موقعك كطبيب معروف ولك تاريخ أيضا في معالجة ضحايا الحروب، يعني راقبت عن قرب هذا النوع من الإصابات. كأني أفهم من كلامك كأنك لاحظت شيئا غريبا في الإصابات في العيون والأعضاء كما تقول. صحيح. يعني هل هذه الإصابات سبق ورأيت مثلها أم هي جديدة عليك؟ صحيح أستاذ سامي، أشكرك على السؤال الهام. يعني نحن جيل عصر الحرب الأهلية في لبنان، وعصر الاجتياح والاحتلال والتحرير، وعشر العديد من الاعتداءات الإسرائيلية والمشاكل الداخلية. لم أشهد في تاريخي الطبي مثل هذه القذارة في الحروب، يعني إصابات موجهة للوجه والأيدي والعيون، هي إصابات موجهة للوجه والأيدي والعيون، والهدف منها إذا كان قتلا فقد تم استشهاد المناضل أو المستهدف، ولكن الهدف منها الأهم هو عطب دائم، إحداث عطب دائم، إحداث عطل دائم، إحداث تشويه دائم. وفي هذا مما يعكس نفسية العدو ونفسية من يقوم بمثل هذه الأعمال، وهذا يظهر إن كان يظهر مقدار استهزاء العدو ومن يدعم العدو بكل ما يسمى قواعد وأصول وضعت في الحروب وفي التشريعات وفي غيرها من المؤسسات الدولية التي وضعت لتضبط السلم
كما تضبط العالم في زمن الحرب. العدو لا يعبأ بشيء لأنه يأمن من الغطاء الذي هو يحظى به، ويؤمن بقدرته على حماية نفسه من أي قرار دولي، وبالتالي هو يستفيد الآن من التكنولوجيا التي توفرت له. نعم.